صباح الخير. صباح الخير. اهلا. بتبرطم ليه على الصبح؟ وايه ده اللي مش هتقوله ولو على رقبتك؟ ما تساليني بقول لك. وحد سالك اخي؟ في ايه يا سيدي محروس؟ في مساله كده بيني وبينه مش عايز اقولها لك، لكن مصمم راسه الف سيف انه لازم يقولها لك. يا اخي بطل كدب بقى، هات سكر. ما تفهمني ايه الحكايه يا حسين؟ لا يمكن اقول لك الا لما تساليني. انا مش فتان. عجايب. وعاوزني اسالك ازاي على حاجه مش عارفاها؟ خلاص لما تعرفيها اساليني بقول لك. ما تفضوها سيره بقى. يلا كل يا حسين. احسن زمان الجماعه بتوع الضرايب منتظريننا. يا سلام، تسلم ايديكي. ما تاكل يا حسين، الصنف ده عاملاه مرات عمك برجليها بايديها. مفيش غير عيلتين بس هما اللي يعرفوا يعملوه. يا سلام مسلم، ده مفيش كده. غير قرف ده. قرف؟ ده قرف؟ الكريبس في زيت قرف؟ انت لا بتستطعم اكل ولا شرب. انا حر استطعم اللي انا عايزه، مثل بيقول كل اللي يعجبك. ما تكمل المثل يا حسين، والبس اللي يعجب الناس. بالذمه الهلاهيل اللي انت لابسها دي تعجب حد؟ يا شيخ ليه؟ فضحتنا في وسط البلد. هي البدله اللي انت لابسها ده هي يلبسها واحد افندي محترم؟ وده فستان تلبسه واحدة قربت على 50 سنة. أما حمار صحيح. إيه كلام المجانين ده يا حسين؟ اصبر عليها، بعد الشر على شبابها. إيه في إيه؟ ده رأيه، كل واحد حر في رأيه. أيوه لكن يا أخي مش بالجليطة دي. والله أنا كده هعيش وأموت كده. ما تاخديش بالك من بهيج، أصله لسه صغير وطايش. امسحيها في دقني أنا. ستي ستي، تليفون من مصر، ستي سميحة. قوم يا ستي يا واد. سميحة